ثلاث هجمات راح تنهي خصمك في قتال الشوارع. تابعونا، ادعم الفيديو وشير الفيديو. ولم يثن عزمك عجز الثقى، وصار شعارك ربي رضا. السلام عليكم. السلام عليكم. في قتال شوارع، واحد ممكن يجيني من بعيد، انا ملاحظ انه جاي معصب وبده يضربني، تمام؟ او صارت مشكله بيني وبين واحد جاي معصب تعبير جسمه بده يضربني، راح اعطيكم ثلاث هجمات كيف انهي قبل وصوله عندي. اول شيء طبعا هي المسافه اللي بتحكم، تمام؟ شوف دائما احنا بنركز على الضربات المباشره، في يعني مش الحركات مثلا الدوران الى اخره، فالضربات المباشره. الان مثلا اجاني من هون هناك واحد هيك هيك رجله هيك هون ضربت من هون، ضغطت بكوعي على ظهره، ممكن اضرب هون هون. شوف رجلي انا وين، تمام؟ مش رح نوقع نفسها. طبعا واحده واحده، ولا يهمك ولا يهمك. شد ضربك بس، ها؟ شوف اول حركه انا دخلت واحد هون، شوف كيف قوة جسمي مع اللكمه، جبت الاصابع او المفاصل من هون فرغتها كلها في راس المعده، ماشي؟ هو جاي واحد ضربت، تمام؟ شوف مسكت وايدي الثانيه، انا وقفت هاي الوقفه عشان اعطي توازن اقوى على الارض واعبي الحركه، يعني اعبي قوه كامله للحركه. دخلت واحد مسكت اثنين، شوف هيك ضربت واحد، اوكي اثنين هيك ميت هون، شوف رجلي واحد اثنين هون. طبعا هون لو مش فاهم هاي الحركه ايش يعني، انا لما بضغط برجله هون شوف المفصل هون راح يتاذى، تمام؟ هاي واحد مسكت ضربت ثبتت هون الى اخره، ممكن امسكه مثلا من شعره، بس كفنا شعره قصير كثير، ف مسكته مثلا ممكن امسكه من رقبته من هون بكون استسلم معي، تمام؟ شوي مؤذي، ها؟ عادي ولا يهمك كابتن، يلا. طيب ثاني حركه، هاي حركه سهله، اجاني واحد شوف صارت مسافه قريبه بينه وبينه، قاعد مثلا بتكلم او بحط صدره هيك بسوها كثير مثلا بهذا الشكل، تلاقيه مثلا دفعك، اوكي؟ دفعني بهاي الطريقه، شوف، او جايني من بعيد معصب دخل بمسافه قريبه جدا، شوف راح اعمل حركتين سريعات، واحد اثنين بيكون في الارض بيكون خلص استسلم كامل، اجى من هون واحد اثنين هوب، رميت من هون هوب ضغطت. طيب ثانيه عشان بس تبين الحركه سريعه، ولا يهمك ولا يهمك تشيل. شوف واحد واحد، شوف ده رميت واحد حطيت رجلي، تمام؟ من ايدي من تحت الدقن واحد ورجلي وراه، مسكت كتفه دفعت قوه وصل واحد اثنين، شوف انا ماسك ايده ماسك ايده، سحبت ضغطت، شوف كيف وين الالم؟ فيها كسر دي، حلو في المخ، فيها كسر، ايوه تمام. كمان مره بطيئه عشان بس نستوعب، واحده واحده. الان الحركه لازم تكون التوقيت مهم وسرعه الاداء، يعني كنت نرجع هيك بس شوي خلبك هون، شوف اجاني قاعد يتهدد ايدي من هون، واحد واحد ما حطت رجلي مباشره، شوف واحد حطيت عزمي كامل وصل، واحد حطيت عزمي كامل رميت، شوف وقع هون عندي، شوف انا لسه ماسكه ماسكه فايده هون ثابته، اوكي مسكت ضغطت، انا شو بسوي؟ قاعد ادفع ايدي على المنطقه هاي، شوف من هون هيك بدفعها لقدام، دفعتها لقدام يبدا المفصل يتاثر، ولو ضغطت كثير راح ينكسر المفصل معه، اوكي؟ فلذلك الحركه هاي خطيره، لو تتمرن عليها تتمرن عليها شوي شوي عشان تقدر تهديها. طيب اسهل حركه بينهم كلهم، اسهل حركه انا حكيت ضربه مباشره، ركز على الضربه المباشره، لان انا الخصم جاي من بعيد، شوف اي ضربه مباشره هاي اللي ممكن تطيح الخصم، لا تقعد تتفنن، اروح اجيب ضربه من هون، اجيب ضربه عكس الى اخره، اروح اجيب ضربه خلفيه، لا ركز على انهاء الخصم، شوف هجم، شوف واحد 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 اثنين ثلاث وصل، دي لو لبست في واحد ايوه هتجيب الارض حتدمره، شوف حتجيب الارض، هجم دخل كمل كمل لا لا مشكله، يلا طيب واحد
ضربت هاي حضربه خفيف ماشي. شوف المنطقه اللي انا صابت الارض هاي او برجلي كامل واحد بوه. ده مسكت هون دخلت طبعا مجرد ما ضربته حينزل للامام مسكت وضرب كوعي واحد ماشي واحد واحد اثنين ثلاث طيب لو كان مسافه قريبه ما في مجال اني امد رجلي واحد واحد ادخل بالكوع بالكوع واحد اضرب اثنين ثلاث ممكن الضربه واحد وانا ماسك كتفه او ضربت مسكت شوف خلينا نجيب من هاي الحركه من هون مسكت ضربت او انه ضربت بعدين مسكت اوكي واحد اثنين شوف كوعي دخلني ضربه تنزل بعد سحبت ايدي واحد اثنين نزل اوكي صار تحتي نزلت بركبتي عليه ضربت هون الى اخره هاي بشتائق بعد يلا انت علي خلص الله قد الفعل فالثلاث هجمات بدها تدريب شوي وحاول تمرن بأمان حتى تيجي الحركة معك بشكل صحيح اللايك والشير ودعموا القناة وصلوا على الحبيب السلام عليكم.